الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت اللجنة المالية النيابية عزمها زيادة تخصيصات المحافظات في الموازنة لأكثر من 5 تريليونات دينار. وقال رئيس اللجنة النائب عطوان العطواني إن تخصيصات المحافظات في الموازنة والواردة من الحكومة تبلغ 5 تريليونات دينار، مشيرا إلى العمل على رفعها لأكثر من هذا الرقم، مبينة أن هذا العمل سيتمثل بأن تكون لكل محافظة مشاريع استراتيجية. هذا وما زالت الموازنة قيد الدراسة للجنة المالية النيابية التي تعمل على تحليل وتفكيك بنودها وسط عدم رضا على تخصيصات الوزارات مقابل قلة تخصيصات اقتصادية، حيث تعد هذه السنة الأبرز على الموازنة، وهي أكثر تفصيلا تعترض عليها اللجنة المالية النيابية. أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن العراقيين تراجعوا إلى المرتبة الرابعة بين أكثر الشعوب بشراء العقارات في شهر أو في تركيا خلال شهر نيسان. وقالت الهيئة إن مبيعات المنازل في تركيا للأجانب انخفضت بنسبة 60% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وأصبحت 2557 عقاراً حصلت أنطاليا على المرتبة الأولى بواقع 1424 منزلاً، وجاءت اسطنبول في المرتبة الثانية بمبيعات 792 منزلاً، ثم مرسين بواقع 186 منزلاً. وأشارت إلى أن الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراءً للعقارات في تركيا خلال شهر نيسان وبعدد 817 منزلاً، وجاء الإيرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 377 منزلاً، وأوكرانيا ثالثاً بعدد 136 منزلاً، ثم العراق رابعاً ب 124 منزلاً. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن حيازة العراق من السندات الأمريكية انخفضت للشهر الثاني توالياً لتصل إلى 39 مليار دولار. وذكرت الخزانة أن حيازة العراق من سندات الخزانة الأمريكية لشهر آذار من عام 2023 انخفضت بمقدار 1.4 مليار دولار لتصل إلى 39 مليار دولار بعد أن كانت 40 مليار دولار خلال الشهر الذي سبقه. وارتفعت السندات بنسبة 50% عن نفس الشهر من عام 2022 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 26 مليار دولار. صرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك أن المناقشات حول مصير مبادرة حبوب البحر الأسود ستستأنف على المستوى الفني بحلول 18 من شهر أيار الجاري. وأوضح المتحدث باسم الأمين العام أنه من المتوقع وصولهم إلى اسطنبول في الأيام المقبلة لمناقشتها على المستوى الفني، وتتضمن المبادرة التي تم التوقيع عليها في 22 من شهر تموز عام 2022 من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تتضمن تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانئ بما في ذلك أوديسا، ويتم تنسيق حركة السفن من قبل مركز التنسيق المشترك في اسطنبول. ارتفعت أسعار النفط اليوم الثاني مدعومة بخطط الولايات المتحدة لشراء النفط الاحتياطي الاستراتيجي وحرائق الغابات في كندا التي أججت مخاوف بشأن الإمدادات. وارتفعت العقود الآجلة للخام برنت بنسبة 0.44 لتصل إلى 75 دولارا و56 سنتا، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 دولارا بارتفاع بلغ 0.38. وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إنها ستشتري 3 ملايين برميل من النفط الخام الاحتياطي البترول لتسليمه في شهر آب، وطلبت تقديم العروض بحلول 31 من شهر أيار. كما حظيت أسعار النفط بدعم من مخاوف الإمدادات الناجمة عن حرائق الغابات في كندا. وهذه انتقالة سريعة لأسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام موجز إلى اللقاء.